السلام عليكم، رجعت معكم في حلقة جديدة من سلسلة السر إلى رافته. في الحلقة هذه قرينا عن التيارات المغناطيسية، عن البوصلات اللي هي البوس أو اللوك بوس أو الاترنال بوس اللي تشوفونها، هذه طبعا لها علاقة قوية بالسر إلى رافتل. طبعا قبل لا نبدأ، لحظة بس، سر العصبية الزايدة اللي عندك هذه السلسلة الجديدة. السلسلة الجديدة. طبعا بالنسبة للسلسلة الجديدة، أنا قلت في أول حلقة بس ما حد فهمني، هذه عفوية مني. ما هي عفوية، هذه شبت على العالم والله. لا، وهي عفوية، أنا ما قصدي أشب، ما قصدي أسخر، ما قصدي أتمسخر. كل الأسئلة أنا جاوبت عليها، ما خليت أي سؤال، ما علقت على سؤال إنه سؤال غبي أو سؤال أحمق. لكن أنا وطاقمي اللي هم جمهوري، في ناس قاعدة تخرب عليه بالضبط، فلازم أهاجمهم اللي يخربون. ويعني كمثال يعني، يا أخي يجيني واحد من المتابعين يعطيني نظرية خيالية ونروح ندرسها ونعطيه رأينا فيها، ويجيك واحد من برا يقول لي نظريتي غلط، أودا قال لي، متى قال لك أودا يا أخي؟ على ما نعتذر، أنا مو قصدي العصبية، ولا أحد يفهم أن قصدي أني أحتقره أو أحتقر سؤاله. كل سؤال لازم أجاوب عليه، الموضوع ما فيه هو العفوية. أنا ما أمثل عليك، أنت سألتني وأنا جاوبتك كأنك جالس معي في كوفي شوب، كأنك جالس معي في بيتنا. يعني إذا تجيني يوم توقفني في الشارع تسألني سؤال ترى كذا، لا طبعا أنا مو كذا، لا نهائيا مو كذا. الأسئلة أجاوب عليها بكل احترام وودية، وزي ما أنتوا شفتوا اللي شفتوه العصبية والتمسخر عن الناس اللي تبي تكذب الخبر وتجيب خبر كاذب عشان تكذب الخبر. إشاعة فهذه ودودي على الإشاعات فقط. على العموم برضو قبل لا نبدأ شغلة ثانية، بالنسبة للجوائز المسابقة، راح يكون آخر يوم للاشتراك في المسابقة هو يوم الخميس القادم، لما تنزل الحلقة الخاصة اللي راح تكون الحلقة الثالثة من سر إلى رافتل، انتهت المسابقة خلاص، ما عاد في مجال إنك تشترك فيها. متى بنعلن متى الفائز؟ وهذا يبي لها بعد وقت، على ما نأخذ على ما نحصل اللي اشتركوا كلهم ونجمع اسماءكم ونسوي السحب، وبعد ان شاء الله راح نعطيكم خبر متى، ولكن يوم الخميس واخر يوم للسحب. وبالنسبه للي يبي يشوف جائزته، تقدر تشيك على حسابنا في الانستغرام، موجودين المفروض يطلع هنا، يمكن احطه هنا، يعتمد على مزاجي وقت. فشيكوا عليه بتشوفون كل الجوائز اللي تقدر انت تختار منها من الكوبون هذا. ايوه، اتمنى تعجبكم المنتج. في تعليقات كثيره عن الجائزه والمسابقه، شوفوها في حلقه تساؤلات واخبار. على العموم نرجع الحين، لما دخلوا هم الى الجراند لاين اصطدموا مع حقيقة قوية، ان هم مو بالمسيطرين الان، المسيطر عليهم هي الموجات المغناطيسية، التيارات المغناطيسية، وهذا اللي شرحها لهم كروكس. اول ما دخلوا كروكس هذا اول ما دخلوا الجراند لاين، صدموا ان البوصلة حقت نامي كان عندها بوصلة، شافت البوصلة تلعب ما تشتغل نهائيا، البوصلة العادية اللي تشتغل في البحار الثاني الشمالي الشرقي الغربي، هذه تشتغل في البوصلة بشكل عادي. أول ما دخلوا الجراند لاين البوصلة هذه قامت تلعب، لأن المجال المغناطيسي داخل الجراند لاين يختلف تماما. بداية الجراند لاين فيه 7 تيارات مغناطيسية تقدر تطلق منها أنت، سواء من هالتيار أو هالتيار أو هالتيار أو هالتيار، وبعدها تشك طريقك في الجراند لاين كله. نظام التيارات ونظام البوصلة بنشرحهم بالتفصيل الكامل، ولكن في الجزء الأول من العالم الجديد، عفوا في الجزء الأول من جراند لاين اللي يسمونه الجنة، يختلف تماما عن الجزء الثاني اللي يعتبر، لأن مجرد دخولك إلى الجزء الثاني 7 تيارات حتصير 5 بالضبط، في نص العالم الثاني 5 تيارات حتصير 3، إلى آخر جزيرة قبل وقت التيارات كلها حتصير، تتلاقى كلها في تيار واحد، ما راح يبقى إلا تيار واحد، مو في رافتل، في آخر جزيرة قبل رافتل. أنا طبعاً فراسي أنا بحط لكم صورة، لكن هل حطيتها ولا لا ما أدري، إذا ما حطيت صورة هنا بتشوفون شيء ثاني. لا إن شاء الله الصورة بتطلع بتوضح لكم النقطة اللي نتكلم عنها كاملة. طبعاً أنا زي ما قلت لكم، يفرق البارادايس عن العالم الجديد. قبل نروح للفرق، خلينا نشرح وش هو اللوك بوس نفسه. اللوك بوس يتسجل المجال المغناطيسي حق التيار المغناطيسي هذا. يعني مثلا دخلت اول جزيره واخترت يعني احد التيارات 7 ودخلت الجزيره الاولى، تحتاج تقعد في الجزيره ذي مده معينه من الزمن، وكل جزيره تختلف من جزيره ثانيه، على ما البوز حقتك هذه اللوك بوز البوصله حقتك تسجل سجل تتاقلم وتسجل المجال المغناطيسي الجديد حق الجزيره الثانيه اللي انت رايح لها بعض الجزر تاخذ اسبوع، بعضها 3 ايام، بعضها شهر، بعضها سنة كاملة، مثل
ليتل جاردن اللي هي العملاقين اللي من ألبك كانوا يتقاتلون فيها. جزيرة اللي كان فيها ديناصورات. جزيرة اللي كان فيها ديناصورات كانوا يتقاتلون فيها العملاقين من ألبك، كانوا يحتاجون إلى سنة عشان البوصلة تتأقلم على المناخ الجوي حق الجزيرة نفسها أو التيار المغناطيسي. نعم. هي النقطة مو بأنها تأخذ التيار المغناطيسي حق الجزيرة الجاية، لا، هي عشان تأخذ التيار المغناطيسي حق الجزيرة الجاية لازم تتعود على المغناطيسي اللي في الجزيرة اللي انت فيها، يعني لازم تتأقلم مع الجزيرة اللي انت فيها وتسجل المجال التالي عشان تفهمونه. لو قلنا انها انسان لازم يهدى هالانسان هنا، لو قلنا رضيكم لازم يهدى في هالجزيرة عشان يحدد مساواه الجاي. فالبوصلة لازم تاخذ وقت ويعتمد على الجزيرة اللي انت فيها الوقت هذا. بالضبط. فننتقل اللي بعدها اللي يسمونها الاترنال بوز، البوصلة الأبدية. هذه في عدد قليل جدا منها في الجراند لاين، وتكون الاترنال بوز هذه مسجله المجال المغناطيسي حق جزيره معينه. لو انت في اي مكان كنت في الجراند لاين او في العالم، البوصله هذه راح تاشر دايركت على الجزيره هذه، ما هتاشر على اي منطقه. مثل ما صار لهم مع اراباستا، جاتهم نيكوروبي في البدايه اعطتهم اترنال بوز. ايوه، على اراباستا اساس انه يروحون لها دايركت. طبعا لوفي رفض وكسرها. العملاقين في الباف ايضا، العملاقين اللي في إلباف كان عندهم لوك بوز، بس وين؟ على إلباف، على جزيرة إلباف اللي كان في تنجادن قصدي، كان عندهم بوصلة على إلباف. وأيضا من المعلومات أن المارين يقدرون يحصلون على الإترنال بوز زي ما يبون. سموكر قبل أحداث أرباستا لما استمع للمحادثة قال أحضروا لي إترنال بوز لأرباستا، مما يعني أن المارين عندهم إترنال بوز حق كل ممكن أغلب. لما لو قلنا كل من رافتل من ضمن، لا رافتل هذه غير، هذه أنا شايلها من الجزر اللي احنا نتكلم عنه. بالضبط، أغلب الجزر عندهم موجود عندها إترنال بوز، يعني بوصلة أبدية تأشر طوال الوقت على الجزيرة الفلانية، ما تتأثر بأي حقول مغناطيسية وما لها علاقة. طبعاً الكلام اللي سمعتوه هذا كله يعتبر الشرح العام للجراند لاين، لكن يطبق أكثر شيء في البارادايس اللي هي الجنة، الجزء الأول من الجراند لاين شرحناه في الحلقة اللي طافت. الحين نروح للجزء الثاني وهو أصعب. لأن إيش؟ كانوا سبع حقول مغناطيسية، لما ينضبطون إلى خمسة مما يعني أن الحقول المغناطيسية راح تكون ذات، مو بس كذا، ذات راح تكون ذات شيء صعب جدا انك تسجله وتوصل له. فوق هذا كله بس عشان تفهمون اللي بشرح لكم ماجد الحين لازم اوصلها لكم. هم سبع خطوط مغناطيسيه او سبع حقول تداخلت مع بعض، صاروا خمسه، شوي بيتدخلون مع بعض بيصيرون ثلاثه، شوي بيتدخلون مع بعض بيصيرون واحد، مما يعني ان الحقول المغناطيسيه قاعده تتصادم مع بعض عشان تلتحم في نقطه. بالضبط. وهذا اللي مسبب الجحيم اللي موجود في العالم الجديد، وهذا راح يشرحه ماجد الحين. الصعوبة زي ما انت شفته يوم نامي كانت في جزيرة اليوجينتا، جزيرة الحلوليين، الوزير حق الملك اعطاهم اللوك بوس الجديدة حق العالم الجديد، عبارة عن ثلاث بوصلات مش واحدة، طبعا ما تختلف في نفس البوصلات القديمة ولكن ثلاث في واحدة. وليش طيب الكلام هذا؟ لان في العالم الجديد هذا الصعوبة الفعلية، في بعض الجزر المجال المغناطيسي حقه يتغير مع الوقت، وفي بعض الجزر تخفي المجال المغناطيسي حقها بالكامل. يعني شلون توصل لها هذه؟ انا ما ادري. انا ما ادري. يعني هي كلها ترنال بوست وتروح لها دايركت، يا انك ما ادري شلون توصل لها، لان في الجراند لاين زي ما تكلمنا في الحلقه اللي طافت، زودا على المجال الاجواء الطقسيه اللي تتقلب كل دقيقه، وهذا طبعا بسبب ايضا المغناطيسي، بسبب المجال المغناطيسي اللي فيها. في مشكله ثانيه اللي هو الـ 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 يعني تيارات الماء تجذبك، وتشوف زي التيار اللي تكتبه فيه زي الافعى، وفي بلاوي انك تصير وسط البحر وما عندك بوصله، محكوم عليك بالعذاب، انت بتضيع بتضيع في البحر طول عمرك، ما تدري انت راح شرق ولا غرب ولا وين رايح. عذاب. ليش كان يسمى الجراند لاين بالجحيم؟ انت محكوم بجزر، الجزر هذه مزاجيه باختصار، مزاجيه، كل واحده لها طقس ومجال يختلف عن الثاني كومبليت، ومحكوم بتيارات مغناطيسيه. بالضبط. محكوم بالبوصله وخبرات الملاح، وايضا محكوم بالتيارات المائيه. طبعا في بعضكم بعض لما طلعوا من جزيره اليجنتو شنو اللي مر عليهم؟ مر عليهم تيار مائي اللي هم طلعهم كان فيه الحيتان اللي كانت بالضبط. جايه من الازرق الغربي، واللي كان فيها طاقم لابون، كان يقول بوك انت طاقم لابون، كان يظن انهم مو شرط انهم فقدت واحدين من 50 سنه يا حبيبي، للحين مو متاقلم من 50 سنه زبده. كان موجود التيار، فجحيم
جحيم ملاحي غير طبيعي. كثير يسألني يقول لي نامي مهي بقوية، ايش فايدة نامي في الطاقم؟ بدون نامي الطاقم هذا يموت. نامي هي أسد البحر الخاص بطاقم لوفي، فعلا بدونها كان انتهى. وشفنا كذا مرة راح ترسم خريطة ولا جهاز كامل، شوف شلون تبهدلوا. نامي وجودها في الطاقم حيوي مثل وجود لوفي، مثل وجود زورو. المشكلة ان العشاق يا ماجد يبون كل واحد في الطاقم يطلع عضلاته ويبقس، يطلع عضلاته ويطلع. لا، لازم الطاقم يكون تكميلي، كل واحد يكمل الثاني، كل واحد يساعد الثاني، كل واحد له وظيفته الخاصة عشان يكونون طاقم كامل ناجح ويصلون. نعود للنقطة اللي كنت أتكلم عنها مساء، اللي ثلاث مؤشرات، ثلاث بوصلات في بوصلة واحدة. الفكرة أنك لما توجس في جزيرة في العالم الجديد، البوصلة هذه راح ثلاث بوصلات، كل واحد منهم راح تلقط جزيرة مختلفة عن الثاني. البوصلة اللي بالنص دائما تشوفها يتلعب يا يمكن حتى تدور، هذا معناته أن الجزيرة الثانية هذه اللي تأشر عليها ذي لا تروح لها، بتضيع إذا رحت لها. متدرب متغير. بالضبط. وراح لواحدة من الثنتين اللي ثابتين، واحدة من ذي أو من ذي. طيب هذا في أول جزيرة، في ثاني جزيرة هم لازم خمس طيارات، بعدين لما يصيرن ثلاث طيارات بدأت مجالاتك تقل، يمكن الثلاثة كلهم يلعبون. لو وصلت الجزيرة الأخيرة بخليها في الحلقة الجاية. هنا تبين حكمة لوبي اليوجينتو لما ذاك يشرح لهم عن الإبة المتذبذبة، الطاقم كله حط يده على راسه يبونه يسكت. لما نزلوا لوبي واسا عندهم قالوا سمع، يعني خلاص احنا ما كنا نبيه يعبنا اللي في النص هي المتذبذبة. طبعا كان موقف كوميدي، موقف مضحك، انا بالنسبة لي اصفقنا، لانه من الحين خلاهم يمشون في اسوأ الطرق عشان لما تحمل التيارات ما يصير لهم مشكلة، ما تصير لهم مشكلة، يتعودون على المجال هذا. طبعا انا عنكم لوبي ما فكر في هالنظرية انه يمشيهم يتعودونه خلاص هنا المشاكل انا بروح لها، انتهينا. يحب المشاكل، رجل يحب المشاكل. جدا جدا جدا. اتمنى ان الشرح يكون هذا وافي، لازال في معلومات كثيرة عندنا عن رافتل والنظريات الوصول لها، ولكن كان لازم نوضح اللي وضحناه في الحلقة اللي طافت، جراند لاين، الريد لاين، والحين الماجنتيك سفير، الحزام الهادئ، والحين المجلات المغناطيسية، و الاترنال بوس والليج بوس، البوصلة الجديدة هذه. الحلقة الجاية راح تكون هي حلقة النظريات، إثباتها ودحضها والأسرار والاكتشافات. أنا أعتذر منكم الحلقة هذه واللي قبلها كانت مجرد شرح، لكن بدون الشرح هذا وتعرف شنو هي الخريطة اللي احنا نتكلم عنها، ويجيك الحلقة الجاية أدحض لك نظرية وأقول لك إنها مستحيلة ما تصير، إذا أنت ما تعرف الكلام هذا كله ما حتصدقني. لازم إني أول شيء أقول لك ليش أنا قلت لك النظرية هذه تصير أو النظرية هذه ما تصير. استنوني الحلقة الجاية، الحلقة الأخيرة اللي هتعرفون فيها السر إلى وقت راح ننتهي فيها المسابقة. نشوفكم. سلام.